نحن لابسنا الخوف من كل شيء، خوفنا على لقمتنا، خوفنا على كهربتنا، خوفنا على أي شيء. فرض علينا نعيش بطريقة فيها هاي هذا الهم الكبير اللي دائما لابسنا وماشي. يعني احنا كمان مو شعب لازم ينعر على التفقد كل يوم الصبح لحتى يشتغل بالنظام المنظم، انه مين غايب ومين حاضر، مين فعال ومين مفعال. لا يا عامل رقابة تفتيش كمشت كم اسم يا لطيف، 90 مليار ليرة سوري، اسماء كبيره المفترض بالبلد ورناني ولا قيمتها الكبيره ولا حضورها حتى بمجلس الشعب ومدري وين ومدري وين ومدري وين، اسماء مهمه على المستوى الاقتصادي، وهذا متداول بشكل يومي بالشارع. ليش نخاف؟ ليش ما نصارح الناس؟ بعدين ليش هي مهمه هيئه العامل والرقابه والتفتيش لحالها؟ ليه ما في وزاره؟ ما في شكل من اشكال المؤسسات اللي ممكن تناقش هذا الفساد؟ طيب تعال ليش ما تناقش هذا الموضوع بقلب مجلس الشعب نفسه؟ ما هي مؤسسة سورية، ليش ما بتناقش هذا الموضوع عندها؟ يعني هذا الغياب هو اللي عم يخلي الناس ما تطمئن انه فعلا في افق قدامها. كنا احنا بحاجة لشوية ثقافة. الثقافة يعني قبول الاخر، قبول الاخر يعني الحوار معه القائم الطبيعي وبدون خوف مهما كان، مهما كان وعيا كان. إيران مو قوية بصواريخها، إيران قوية باكتشافاتها وبعلمائها، بمعرفتها، بالمعرفة، معرفة مفتوحة للجميع ومعرفة مفتوحة لكل الأفاق. وكل ما زادت مساحة الاتساع بحواضن المعرفة إنك أنت تفتح الزوايا لتقبل الكل وتتعامل مع الكل إنهن وشركائك حقيقيين بهالبلد قادرين ينهضوا فيها بتقوى. لكن الرقابة لازم يكون عندها إبداع بالقراءة، إبداع برؤية الأعمال. إحنا عندنا وظيفة متكلسة متحزبة مغلقة جافة وجبانة. تحقيقاتنا واختلافنا على الموضوع، ثورات الفيسبوك في المنطقة كلها موجودة، حتى بقيت 10 مليون واحد اللي طلعوا عم يقولوا بشار الأسد بشار وبس. كلياتنا دراما معارضة. أنا فيني أحكي على الدولة وعلى مؤسسة الدولة قد ما بدي. سوريا الطبيعية مو هاي، سوريا الحقيقية مو هاي.